بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. مقدمات يوم الحد والاثنين اللي فات كان مختلفة جدا عن النهاردة الثلاث خمسة سبعة، باستثناء زيادة في سعر الكوسة، زيادة خفيفة عدت 8 جنيه الكوسة، لكن في الحقيقة السوق عادي جدا ومش متأثر بدخلة عيد الأضحى المبارك. الليمون عدى 20 جنيه، والبتنجان الرومي والعروس من جنيه لجنيه وربع جنيه ونص، الفاصوليا بسبعة جنيه، الكوسة عدت 8 جنيه، الفلفل الشطة والفلفل الرومي من 3 لـ3.5، البتنجان الأبيض من جنيه لاتنين جنيه، المخدد من 3 لـ3.5، البامية عدت 18 جنيه، الجزر القديم من 50 والجزر الجديد بستين جنيه، الخيار من 4 لـ6 الخيار البلدي، وخيار الصوب عدى 8 جنيه. الحقيقة البطاطس، جميع أنواع البطاطس حتى بطاطس التخزين بتتراوح سعر البطاطس من 3 جنيه ل4 جنيه ونص، وما بتزيدش عن كده بعد ما كان امبارح في بطاطس بخمسة وربع، لكن النهاردة البطاطس من 3 لـ3.5 ايا كان نوع البطاطس. البصل الذهبي اكتر من البصل الابيض واكتر من البصل الاحمر، لكن كلهم ما عدوش من جنيه لاتنين جنيه. الفاصوليا بسبعة جنيه قلت لحضراتكم، والطماطم من 30 لـ50، والطماطم يعني بتتراوح من 30 و40 و45، وفي طماطم نظيفة بخمسين جنيه، والفلفل الألوان من 3 لـ4 جنيه. التجار في السوق على أمل إن الأربع والخميس على الأقل الصبح يتحسن السوق.